لقد أجريت حوارا طيبا مع الجنرال برهان حول العملية الجارية للوصول إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة مدنية يتطلع إليها الشعب السوداني، وناقشنا عددا من القضايا، وآمل في أن يتمكن السودانيون من تحقيق حلمهم في حكومة مدنية في القريب العاجل بقيادة رئيس وزراء مستقل. وأنا هنا لتأكيد استعدادات الولايات المتحدة في تقديم الدعم والمساعدة، ونعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق اختراق في هذه العملية.